انتبه معي يا شباب، عندنا مسائل أسهل ما تكون، سهلة جدا. انتبه يا الشيخ، مسائل سهلة جدا جدا جدا، أسهل مسائل في الفرائض. انتبه معي، انتبه يا محمد عادل، اترك الكتاب. جاءتنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة، ايش يأخذ الزوج؟ نصف. أخت شقيقة، أخت شقيقة تأخذ الباقي مع البنات، الأخوات مع البنات عصبات، هنا لها فرض، فرضها النصف. تمام. جاءت مع هذه المسألة، جاءتنا أخت لأب، ايش تأخذ الأخت لأب؟ على تكملة الثلثين، الأخوات مع البنات عصبات، سدس. مسألتنا من كم؟ ستة، ثلاثة ثلاثة واحد، اجمع سبعة. تضع خط لطيف كذا على الستة وتكتب هنا كم؟ سبعة. مسائل جميلة، هذه جميلة جدا. ايش هذا؟ يسميها العلماء ايش؟ العول. يسميها العلماء العول، يعني عالت، يعني زادت، مفهوم؟ زادت زيادة في أصل المسألة ونقصان في السهام. الزوج بدل كان يأخذ أكثر، ثلاثة من ستة، أصبح يأخذ ثلاثة من سبعة، وبدل هذه تأخذ السدس أصبحت تأخذ السبع. تزاحموا فلحقهم النقص، لا تكلم، مفهوم؟ طيب، جاتنا مين؟ جات معهم أم في المسألة، ايش لها الام؟ صارت المسألة من كم؟ اجمع ثمانية. هذه مسألة ثانية ترى، غير هذه. تمام. جاءت معنا اخت لام، سدس واحد، مجموع تسعة. جاء اخ لام، سدس، صح؟ الجمع من أخوة لأم، صارت كم؟ عشرة. هذا الدرس في أسهل منه؟ ها؟ والله درس سهل جد. شوف، انتبه معي، زوج، اترك الكتاب، أربع أخوات لأب، إيش يأخذ الزوج؟ والأربع أخوات ثلثين، مسألة من ستة، النصف ثلاثة، الثلثين أربع، اجمع سبعة. أم سدس، مسألة ثمانية، مفهوم؟ أخواننا هذه أسهل مسألة، بس اجمعوها، مو لازم ترتيب، انت ضع الفروض واجمع. نعم الشيخ. ايوه ها، هذا الثلث، هم لهم ثلث اصلا، سدس زي السدس يساوي كم؟ ثلث، هذا هو ثلث اثنين، قسم الذكر كالأنثى، ولا لا؟ نعم، مفهوم إخواننا؟ هذه تسمى مسائل إيش؟ العول، عالت، يعني إيش؟ زيادة في أصل المسألة ونقصان في السهام، مفهوم؟ هذا عندما تتزاحم الفروض، دخلوا علينا ما شاء الله الورثة، لا تكلم يا الشيخ، مفهوم؟ إذن الستة، الاثنين ما تعول، الثلاثة ما تعول، أصول المسائل اثنين وثلاثة وأربع ما تعول، ستة تعول كم مرة؟ أربع مرات على التوالي، إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، مفهوم؟ إذا هذا درسنا اسمه درس عول الستة، الستة تعول أربع مرات، إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، مسح. مفهوم؟ طيب، الاثنى عشر، اترك الكتاب يا الشيخ، اصبر معي بس. الاثنى عشر، جاءتنا مسألة فيها ثلاث زوجات وأربع أخوات شقيقات، مفهوم؟ تمام. وجاءت المسألة فيها أم، أربع زوجات،
أربع زوجات ربع، أربع أخوات والأم 12، ثلاثة صح، ثمانية كم؟ اثنين، اجمع 13. مسألة أخرى، ثلاثة زوجات وثمانية أخوات لأب وثمانية إخوة لأم، يلا الشيخ، زوجات ايش ياخذوا؟ ربع، والأخوات والإخوة لأم سدس، ثلث ثلث ثلث. المسألة من 12، ثلاثة ثمانية أربع، المجموع آخر كلام 15. مسألة أخرى، زوج أربع بنات وأم وأب، يلا يا شيخ، يلا يا شيخ قحطاني، أربع، الزوج إيش يأخذ؟ الربع، أربع بنات نصف، ثلثين وسدس وسدس، من 12، ثلاثة ثمانية اثنين اثنين، كم المجموع؟ كم؟ 15. تمام. إذا وضعنا هنا أم إيش تأخذ؟ المجموع 17. إذا أخذنا عول الستة تعول كم مرة؟ أربع مرات على التوالي، إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، مفهوم؟ طيب، الاثنى عشر تعول كم مرة؟ على العدد الفردي، 13، 15، 17، مفهوم؟ بقي معنا مسألة واحدة في العول، 24 تعول مرة واحدة وتسمى البخيلة. تسمى ليش بخيلة؟ قال الستة عالت أربع مرات، والاثنى عشر عالت كم؟ ثلاث، وجاءت الأربع وعشرين عالت، سموها بخيلة. طب أحسن من الاثنين ما عالت ولا مرة، والأربعة والثلاثة ما عالت والثمانية ما عالت، قالوا لا، رافقت الكرام، فكان الأصل أن إيش؟ تبذل كبذلهم، ما استطاعت إلا أن تعول مرة واحدة وتسمى إيش؟ بخيلة. مثال عليها، تريد مثال عليها؟ أسهل ما يكون، مثال عليها، بسم الله. أربع زوجات وثمانية أخوات، أخوات من قال أخوات؟ ثمانية بنات، ثمانية بنات ابن وأم وأب، الزوجات من يقول ربع؟ والله لازم أجيب عصا أنا، حتى هذه الزوجات يعني ما تعطوهم أكثر من حقهم، أعطي الزوج يا أخي الله يهديكم، سبحان الله. ثمن والثلثين صح، والسدس والسدس، من كم مسألتنا؟ 24. الثمن 3 والثلثين 16، 4 و4 اجمع 27. هذه إيش اسمها؟ البخيلة. ويقال أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، يخطب بالسجع، هو لا يصح لكن حتى يعني تضبطوا قليل من المسائل، غير صحيح هذه الرواية. علي رضي الله عنه يخطب على المنبر، كان يخطب بالسجع، تعرف السجع؟ الطالب يسأل الأستاذ، قال يا أستاذ ما أفضل السجع؟ قال ما وافق الطبع. قال مثل ماذا؟ الطالب يسأل الأستاذ، قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا، يعني جاء على القافية يعطيك العافية، على السليقة من دون تكلف، الذي يأتي من دون تكلف محمود، والتي يأتي بتكلف مذموم، مفهوم؟
فكان يخطب رضي الله عنه قالوا على المنبر قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. قام رجل من وسط المسجد قال: يا أمير المؤمنين، مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان، ما فرض الزوجة؟ ما قطع الخطبة، قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. صار ثمن الزوجة تسعى، صار ثمن الزوجة، هنا كانت تأخذ ثمن صح، أصبحت تأخذ إيش؟ تسع. قال: صار ثمن الزوجة تسعى، مفهوم؟ ما أدري هذا هي لا تصح وخلاص، مفهوم يا شباب؟ بعض المسائل يذكرها الفرضيين ليس من باب تنشيط الذهن. قال: ويعايا بها، ويعايا ايش يعايا بها؟ يلغز بها، عندهم مسائل الغاز، مفهوم؟ اي نعم، عود ايوه، اصبح اخذوا التسع يا شيخ، اخذوا تسعة 27 ناقص، لا مو تسعة، لا تسعة، نعم. خلاص يا شباب، يلا الله يرضى عنكم، حلوا التمارين أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماذا أخذنا بالأمس؟ إيش؟ العول. ما هو العول؟ ها الشيخ، زيادة في أصل المسألة ونقصان في السهام، في السهام تزاحموا، الورثة تزاحموا، كانت الفروض أكثر من أصل المسألة. طيب، أصول المسائل سبعة صح؟ ثلاث منها قد تعول، ما هي؟ الستة تعول كم مرة؟ أربع مرات على التوالي، إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، وتسمى عند الفرضيين إذا عالت الستة للعشرة تسمى أم الفروخ، أم يعني فرخت مثل الدجاجة، تمام. الثاني الاثنى عشر تعول كم مرة؟ الله يبارك، ما شاء الله تبارك الله، ثلاث مرات على الإفراد، على العدد الفردي، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والعدد الثالث قد يعول وهو أربعة وعشرين بثمنه، يعني تعول إلى السبعة والعشرين. طيب، درس اليوم إن شاء الله تعالى عكس العول، يسمى بالرد، مفهوم؟ إذن عندنا المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عادلة وعائلة وناقصة اللي هي الرد. كم مسألة؟ ثلاث مسائل، بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. أخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة، الزوج يأخذ وأخت شقيقة إيش؟ ربع. من يقول ربع؟ نصف، اثنين، واحد، واحد، هذه مسألة عادلة، تمام. جاءتنا أم هنا، أخذت الأم إيش؟ سدس، آخر كلام الثلث، عدم الفرع وعدم الجمع. طيب، إذا مسألتنا من ستة، ثلاثة ثلاثة اثنين، المجموع ثمانية. هذه اسم المسألة، هذه عائلة، نبغى المسألة الثالثة وهي الناقصة.